حياكم الله معنا في جمال التجميل. يمسك بالخير دكتور مهند. أهلين الله حييك دكتور مهند. أنت ما شاء الله متميز جدا في اللي يسمونها الآن عمليات شد الصدر. نعم. وهي عمليات شد الصدر كثير من المريضات أو بعد فترة الأمومة أو حتى بعد تنزيل الوزن أو بعد التكميم يكون عندهم نوع من ترهلات الصدر. ممكن تكلمنا عن أنواع هذه العمليات؟ باختصار هي إما أنك تعوض الفقد اللي حصل في كتلة الصدر، أو أنك تعوض الفقد هذا، إضافة إلى ذلك تشد الصدر. أنا أميل أكثر خصوصا عند الفقد الكبير عند السيدات اللي تكررت عندهم الحمل والولادة أو اللي فقدوا وزن، أجمع التكنيكين مع بعض، اللي هو أنك تضع حشوات السيليكون وبنفس الوقت تشد. الشد اللي أنا أسويه في الغالب يكون حوالين الهالة حقة الحلمة بدون ما نحتاج أن نسوي الخطوط العرضية والخطوط الطولية، ونكتفي بالشيء هذا، والنتائج جدا ممتازة والمضاعفات جدا قليلة، والجرح ما يكون إلا حوالين الهالة حقة الحلمة. بعد 6 شهور إلى سنة بالكثير بيكون غالبا النتيجة جدا مرضية والجرح جدا بسيط. يعني هذه ما هي زي العمليات اللي كثير من المريضات يتضايقوا منها اللي يكون فيها ندبة كبيرة. صحيح. طيب هل هو فيها له عمر محدد أو لا؟ يوجد عمر محدد بالنسبة لحشوات السيليكون كما هو شائع، ويعتمد على تفاعل الجسم مع حشوة السيليكون. هل حيكون كبسولة أو ما حيكون كبسولة، هل حيتغير مكانها، يرخ من الأشياء هذه. في ناس ممكن تحتفظ بحشوة السيليكون من 10-15، في بعض الحالات وصلت إلى 35 سنة مسجلة الشيء هذا بالنسبة لحشوات السيليكون وبدون أي مشاكل. هل هي عملية خطيرة أو شيء؟ لا أبدا، جدا الخطورة فيها جدا بسيطة، النتائج جدا ممتازة وجدا شائعة الآن. شكرا لك دكتور مهند. الله يحييك. شكرا لك.